تقول ايه المؤمن زكريا بعد ازمته النفسيه؟ اقول له انت يعني ما مقصرتش في حاجه وده قضاء ربنا وان شاء الله تبقى احسن وترجع تغيظنا تاني وتطلع لسانك وربنا يوفقك. يعني كوره، انا راجل زملكاوي بس بدعمه وان شاء الله باذن الله يقوم بالسلامه ويبقى احسن من الاول باذن الله. ان شاء الله تروح في رحله العلاج بتاعتك ترجع بالف سلامه ان شاء الله وتكمل في النادي الاهلي لان انت تستاهل انك تلعب في النادي الاهلي. ربنا يشفيك وتقوم وترجع بالسلامه والنادي الاهلي محتاج لك، ما تسمعش اي حاجه وان شاء الله خير. خلي ثقتك في ربنا، مفيش عبد بينفع عبد. احب اقول له كابتن انت لاعب كبير وابن من ابناء النادي الاهلي واحنا نتمنى رجوعك تاني للنادي الاهلي وربنا يطمنا عليك دايما يا رب وبالتوفيق وفي الاحسن ان شاء الله. انا زملكاوي على فكره ومن عشام ام زكريا ايام كان بيلعب في الزمالك. نقول له الف سلامه وترجع للملعب تاني يا كوتش. وكلنا داعمين ليك واقفين معاك وشد حيلك يا مؤمن، احنا ما نستغناش عنك ابدا ابدا ابدا.